اللي انطق فيها واتحمل مسؤوليه ثاني. اي ليش بابك مسدود؟ لا بابك يبقى مفتوح وتستقبل الناس غصبا عليه وعليك ان نسبه مظلوميه الناس. اثير شلونك استاذ نجيم؟ حياك الله. تحياتي استاذ نجيم لك والمشاهدين الكرام. الله يحفظك. شنو قصه اخوك الضابط اللي نازل مجاز وتعرض لحادث سير بسبب الشيوخ؟ نعم ودخل بغيبوبة ثلاث سنوات. 4 اي نعم اي منو معتدي عليه؟ 30/4 اي 30/4 اي تعرض الى حادث سير الساعه 12:30 بالليل. اي وتقريبا الساعه 12:30 بالليل استاذ، وتفاجئنا انه جانا اتصال ابنكم بالمستشفى. رحنا المكان الحادث لقينا سيارتنا ماكو بس السياره الثانيه، تمام؟ سيارتنا مركز الشرطه، اخونا دخل غيبوبه 3 أشهر. من الدعمه؟ دعموا اشخاص 3، هم واحد يقود السياره واثنين وياه، تمام استاذ؟ فبهاي الاثناء استاذ لقينا رجل المرور شو مسوي؟ بالمخطط المروري يعني جاي نحضر اوراقنا، صار لها سنتين القضيه، نريد نسوي مقابله للوزير الداخلي، حالنا حال الناس. اي لقينا رجل المرور مموت اخونا. شلون يعني مموت؟ حين يرزق. شلون مموته؟ متوفي كاتبه. ها؟ متوفي. كاتبه متوفي. حط بخانة الوفيات. زين، واخوك عادل؟ اخوي عادل، شو مسوي؟ مبدل السائق مال السيارة الثانية. جايب لنا واحد عنده جاز السوق حاطه سائق، وذاك حاطه بمكان اللي جنب السائق. يابا مو قلنا لهم هذا جريح وضارب راسه بالجامع. اللي في السيارة الثانية اللي دعمت سيارة أخونا. أي. تمام؟ أي. كيف تحطونه سائق؟ قالوا رجل المرور. من بعد سنتين ونجي للأوراق نحضرها نلقى أخونا متوفي. لما سألنا وطقتنا قالوا يابا ترى رجل المرور ما حضر بقضيتكم، الشارع ما وصل، إنه قضيتكم صارت كلها عبر الواتساب. صور بعثها رجل المرور، بعثوها رجل المرور عفوا الناس وانطانا المخطط علينا 100%. اذا تسمعني استاذ. اي اسمعك. اي هاي الحادثه بيا محافظه؟ خلي علي الطريق الرابط بين قضاء سوق الشيوخ ومحافظه بيطار يعني الناصريه. زين ايش لقينا استاذ؟ نشوف الجريمه يعني الفاجعه الكبرى. أي. لقينا دم اخونا يمشي في السياره، اخونا داخل غيبوبه، لما ينزل في 3 أبطال دم. اي يعرف سيارته، لقينا سيارته مو على وصف المرور. الوصف المروري شو يقول المرور؟ انه ضربه المدقر الخلفي والباب الخلفي الايسر. اي زين سيارتنا من الطول للطول متفلشه. تصور جامعه الامام. شنو مصلحه رجل المرور؟ هل رجل المرور اللي سوى المخطط عنده علاقه باللي سووا الحادث؟ نعم استاذ. نعم عنده علاقة. أجيك بالكلام بس اختصر لي ما عندي وقت. نعم نعم عنده علاقة. نعم استاذ عنده علاقة. ليش؟ لأن من ردنا نعيد المخطط، نعيد المخطط أخفى الصورة علينا. من عندنا المخطط الخماسي، تمام؟ أخذنا المخطط 100%، تمام؟ إيش طلعت يا أستاذ؟ الشخص اللي داعمنا ذاك برا الصور سيارتنا ما متفلشة، يعني بس الدعمه. رحنا للقضاء، يا قضاء كذا، قالوا هذا ذا رجل المرور هو عليه اشكال، روح قابل وزير الداخليه. واحنا صار لنا سنتين. زين ذولا شو يصيرون؟ شو يصيرون من رجل المرور يا اثير؟ اصدقاء استاذ، وبيها اتصالات وبيها تليفونات اكو. اخوك الان وين الضابط؟ اخوك وين؟ اخوي الضابط حاليا عنده اجازه مرضيه جاي راجع عن لجان. زين انتم ليش ما شفتوا مدير مرور ذي قار واشتكيتوا له على الضابط وقدمتوا له الحقائق؟ شفتوه؟ والله استاذ كلك احكي لك الصراحه. اي رحت دقيت الابواب يقول من استقبلك صراحه؟ عدا قبل كم يوم طلبت مقابله قائد سعد حربيه، الفريق سعد حربيه. أي. يكون هو قائد عمليات سومر. زين وشاع قدر بانه يصير التواصل وياك لانه هو الرجل كان مجاز والرجال ابو وقاص يعني خوز زلمه سعد. خوز زلمه سعد عربي والله ابو وقاص رجال شيخ او يتنخى والله هسه مو لانه سعد صديقي بس هذا الزلمه انا اعرفه من شيوخ وينتخل الحق. استاذ الكارثه وين؟ الكارثه خلي انطق فيها واتحمل مسؤوليه ثاني. اي اخوي مضروب بوكسات
مضروب ببوريات على رقبته ومشدود على رقبته حبل. المفروض رجل الدعوة اللي هو ضابط الدعوة يحقق مو بس ويدو هلاك الأشخاص حتى ويانا تمام لولا أي تدري شو سوى أستاذ؟ أي السيارة مالتهم ضماها وسيارتنا حدثها زين زين. القاضي ورا شهر أطلق سراح ذيك العجلة الإفراج عن العجلة المرقمة كذا بيكون المخطط بالبداية كان إلها زين. هي السيارة ما هي عدي بالتفصيل. نعم هذه اللحظة خويا عيني أثير أثير أثير. نعم. تروح نعم. على اللواء سعد حربية وتسلم لي عليه وتقعد يمه. نعم. وأنا راح أبعث له هذا المقطع وقائد العمليات بأمرت قيادة الشرطة وبقية القوات الأمنية الأخرى. وأيضا أنا أناشد السيد الوزير مع الوزير ولو الآن مشغول الرجل يعني شغلاته كلش هواي كل يوم ثلاثة معالي الوزير عندك مقابلات. هاي القصة مثيرة للاهتمام. أنا أتمنى من مكتبك أنه أبعث لكم تليفون أثير حتى تتصلون به. وبعدين يا مدير شرطة ذي قار أنت أيضا مطالب بالرد. أنت ليش ما تشوفهم؟ ليش ما تتصل؟ ليش تمنع مقابلة مواطن عنده مظلومية وممكن يتم التحقيق؟ لأنه الآن الرجل بكامل قواه العقلية يقول المخطط متلاعب به الشرطي. أنت شوف هل فعلا الشرطي متلاعب به ولا؟ وبعدين تم الاعتداء عليه مضروب برأسه وعدهم أدلة. شنو ليش بابك مسدود؟ لا بابك يبقى مفتوح وتستقبل الناس غصبا عليه وعليك أن نسبة مظلومية الناس. فافتح بابك وشوف العالم. السيد معالي وزير الداخلية أنا أعرف أنت ما تقبل بالظلم بهذا الشكل أو تركض ليل مع نهار. هذه مشاكل الناس يجب أن يعني بمكتبك الإعلام أن يكون اتصال مع أثير حتى نستطيع أن نتوثق من هاي القصة اللي ملفتة للانتباه.